مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. القاتلات التسلسليات لا يختلفن بشاعة عن القتلة التسلسليين الذكور، حتى وإن كان عددهم نسبيا ضئيل. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت الأحداث متاح نهار 30 مارس 2013 في مدينة بيتربورو في شمال أنجلترا. كريستينا لي فاقت على الصباح بكري قبل وقتها وما لقاتش راجلها كيفن لي، معناها ما روحش للدار. في العادة يروح مخر برشا وإلا ساعات وجوه الصباح، وهي ترخض على أساس تلقاه من غدوة بحذها، لأنه عمره ما بيت البرة من غير ما قللها. وبالطبيعة المسألة هذه محيرة، واللي حير أكثر أنها طلبته برشا مرات لكن تليفونه ما يجاوبش. وقتها كلمة 999 مش 911، هذا كان بتاع الأمريكان. Okay, and where? In the van. Is your uncle still there? Okay, well, I'm sending the police and the paramedics right away, okay? Okay. في نفس هالسياق يلزمكم تعرفوا أنه الفترة هذيك تتزامن مع باك، يعني عيد الفصح عند المسيحيين. وكريستينا بعد ما طلبت 999 ما لقات بوليس على الخط باش يهز عليها التليفون إلا بشق الأنفس، وحتى كي خذا البلاغ متاعها ما صار شيء. والصدفة هي اللي باش تلعب الدور الأساسي في القضية، لأنه أول عشية فلاح من منطقة ياكسلي واللي تبعد 6 كيلومتر على بيتيرسبورو موجودة في اتجاه الجنوب، كلم الشرطة يعني 999 باش يعلم على وجود حطام بتاع سيارة محروقة تماما في الحقل متاعو. بطبيعة الحال تنقلوا على جناح السرعة العنوان البلاغ، ولقاو فعلا كرهبة في وسط الزرع بيبانها محلولين والنار كلاتها بكلها. هالكرهبة هذه ما كانت فيها حتى جثة، والشرطة في نطاق العمل متاعها الكلاسيكي قامت بتمشيط المحيط المباشر لك السيارة هذيك بحثا على ضحية محتملة، لكن ما لقاو شيء. واعتبروا ربما أنه المسألة متاع شبان أو مراهقين يلعبوا في لعب ماسط، وهوكا يسرقوا كرهبة يحوصوا بها ومن بعد يحرقوها في بلاصة من البلايس. تفادليك متعذر انجليز. في تسلسل هالأحداث وبعد ساعة من زمان، مواطن وهو يحوص بالكلب متاعه عثر على جثة على حافة طريق وطنية، وبالوقت كلم الشرطة اللي جات على عين المكان. وعلى فكرة البلاصة ما كانتش برشا على المكان اللي لقاو فيها كالكرهبة محروقة، يعني في الحقل. وهالجثة هذه لقاوها بعد أنفوسيدو دريناش، يعني حفرة متاع صرف صحي. لكن المشهد كان مذهل لأبعد الحدود. القتيل هو كهل في الأربعينات وكان لابس روبة كحلة وكأنه امرأة، والروبة تال على الحزام متاعه ونص اللوطاني عريان، وكان ظاهر عليه اللي هو تلقى عدة طعنات بآلة حادة، 5 على الأقل، وتسبوله في نقبان قلبه ورواليه. وهاللي قام بالفعل هذي حاول باش يحط الجثة بطريقة مهينة وفيها إيحاءات جنسية. البوليسية كي جاو كانوا يتصوروها تفدليكة تاع مفرخة صغار، أو في أقصى الحالات حادث مرور مؤلم، لكن لقاو رواحهم قدام جريمة كاملة الشروط والأركان. وبما أنه تقنية التعرف على الجثث تطورت بشكل كبير، ويكفي فقط أن صورة الضحية تتحط في قاعدة البيانات متاع الشرطة الفنية، وبالوقت تخرج الهوية المفصلة متاع القتيل. وفي نهاية الأمر هكا الجثة طلعت متاع كيفيلي، زوجك المرأة كريستينا اللي بلغت عليه الشرطة. والخبر هذا بطبيعة الحال أهبطت عليها المسكينة كالصاعقة، وما فهمتش شنو اللي صار. في نفس هالإطار وكما تعرفوا الواقعة صارت في مكان خالي ومعروف باللي ماريكاج، معناها بكثرة المستنقعات اللي فيه، والأدلة المادية كانت غايبة تماما، وحتى هكا الكرهبة المحروقة اللي لقاوها في الحقل ما نجموش يعرفوها يا هل ترام تاع كيفين وإلا لا. على الأقل يلقاو الشهود عيان شافوها،
ولهنا يلزمنا نشيروا أنه الشرطة في أنجلترا ما تحبش هالنوعية من الجرائم، لأنها تعودت على الاستناد على الشهادات والمخبرين وخاصة كاميروات المراقبة، واللي عددهم يقارب بالستة ملايين كاميرا في البلاد، وهذا حسب آخر إحصاء. أشنو الحل اللي بقى بالنسبة للمحققين؟ يلزمهم يبحثوا في محيط الضحية كيفن لي، ويستعينوا زادة بالكشوفات المفصلة متاع مكالماته الهاتفية اللي أجراها أو تلقاها. ولهنا كريستينا زوجة الضحية هي اللي عاونتهم واعطاتهم الريبيرتوار، يعني الكارني اللي محتفظ به رجلها في الدار، وفيه الأرقام متاع عائلته صحابه ومعارفه والناس اللي يتعامل معهم عادة. ولهنا البوليسية بعد ما درسوا مليحة كالكشوفات الهاتفية عملوا جيولوكاليزاسيون، يعني تحديد الموقع الجغرافي للعديد من الأرقام المتوفرة، ولقاو رقم واحد وكان قريب بارشا من المكان اللي لقاو فيه الجثة متاع كيفيلي. في تواتر هالأحداث الأمنيين عرفوا أنه هالهاتف هذا هو على ملك واحدة اسمها جوانا دينهي، وكي نجدوا عليها كريستينا زوجة الضحية قالت اللي هي امرأة كان يعطف عليها رجلها ومسكنها في شقة على وجه الفضل في حومة اسمها أورتن جولداي، هكاك يعطف عليها لله في سبيل الله، وهو كما قلناش يحبها وإلا عنده علاقة جنسية معها، مازال مش وقته. مختصر الحديث، الأمنيين وقت اللي ربطوا الخيوط حطوا مباشرة الكرة في الشباك متاع جوانا دينهي هذه، ولات هي على رأس القائمة متاع المشبوه فيهم بارتكاب الجريمة، وبالوقت تحول الدورية متاع شرطة لك الحي، ودخلت العقر الدار متاع المفتش عنها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالشقق هذوم اللي كانوا على ملك كيفن لي هم بيوت فردية لضعاف الحال واللي يسكن وحدهم ووضعيتهم الاجتماعية على قدها، لكن البوليسية وقت اللي دقتقوا عليها الشقة متاعها ما كانتش موجودة، لأنه ما فماش جواب وهما دقتقوا برشا مرات. وبحكم اللي هما عندهم إذن بالتفتيش خلعوا الباب ودخلوا باش يعاينوا هكا الشقة، وغادي باش يلقاو جراية متكي على حيط في آخر الشقة وعليها ركراكة متاع دم كبيرة. بالوقت بعثوها للمعمل الجنائي واتضح أنه هكا الدم اللي لقاوها على الجراية ماهوش متاع كيفيلي وإنما متاع حد آخر. ولهنا المحققين بداوا يفهموا أنه جوانا هذه باش يكون لها شأن عظيم في القضية، ويلندرا شنية البلاوات اللي عملتهم، والقضية من هنا وليت قارصة برشا وباش تبدأ في التصاعد الدرامي. في مجريات هالأحداث الأمنيين وهما يعاينوا في الشقة متاع جوانا وجاهم خبر يقول أنه واحد من جيرانها وهو متقاعد من البحرية البريطانية ويعيش وحده واسمه جون شابمان عنده مديدة ما بينه في عداد المفقودين، وربما يطلعش هكا الدم اللي لقاوه على الجراية هو متاعه. وبطبيعة الحال المحققين دخلوا في التساؤلات، ومنهم شنو الدور متاع جوانا دينهي في اللي صار الكيفيلي راجل كريستيانا واللي لقاوها مطيش في هكا المستنقعات، وفي الاختفاء متاع المتقاعد من البحرية البريطانية يعني جون شابمان. في ترابط هالأحداث ووقت اللي الأمنيين قاموا ببحث جوار واستجوبوا الزوجة متاع كيفن عرفوا من خلالها أنه آخر من شاف رجلها نهار 29 مارس هي جوانا دينهي. قال المرت يعني كريستينا اللي هو في العشية باش يتعدى جوانا يعطيها قضيات، لكن الحكاية هذه ما جدتش عليها وحكيت للشرطة فهمتهم، ولهنا قررت اللي هي كانت على علم من مدة أنه راجلها على علاقة جنسية مع هكا الطفلة اللي عامل روحه يسكن فيها على وجه الفضل والإحسان والتقوى إلخ إلخ إلخ. وما هيش فاهمة كيفاش منحرفة كيفن هذيك اتمكنت من أنها تسحر رجلها كيفن وتغويه بهكا الطريقة هذيك. المحققين بطبيعة الحال اتأكدوا من العلاقة الحميمية اللي ما بين كيفن وجوانا، ولا عندهم قناعة أنه الجريمة صارت في الشقة متاع جوانا نهار 29 مارس في الليل. وأثناء المعاينة والتفتيش متاع هكا الشقة وخلف هكا الجراية هذيك الأمنيين لموا عدة أدلة مادية تثبت أنه كيفن لي
كان يجي باستمرار غادي عند جوانا، واللي بيناتهم علاقة جنسية مكثفة جدا. وهكا الروبة اللي لقاو كيف اللي لبسها وقت اللي اكتشفوا الجثة متاعو في هكا الماريكاج كانت تابعة ألعاب الحميميات متاع جوانا في دوري الزليق الجنسي متاعها. ولهنا الشرطة بثت برقية تفتيش في شأن جوانا ومعها واحد اسمه جاري ستريتش، وهذا يا رجل المهمات الصعبة متاع كيفلي، واللي الأمنيين في تقصياتهم عرفوا اللي هو زاد اختفى بالتوازي مع جوانا، وخلينا نقولوا اللي هما هربوا مع بعضهم، ويمكن ربطت معاه علاقات جنسية وسحرته كما مستانسة تعمل مع الرجال الأخرين. المهم في المرحلة هذه من التحقيق أنه البرقية والبلاغات اللي تعملت في وسائل الأعلام أعطت الأكلة متاعها، وعلاش ما تقولش أنه عون أمن من مدينة نورفولك كلم الشرطة متاع بيتر بولو باش يعلمهم أنه مرأة قامت بعملية سطو على محطة بنزين وخلينا نقوله كيوسك متاع إيسانس، ودخلت المجازان وسرقت مواد غذائية ومرطبات وهربت في كهرباء. ووقت اللي المحققين تنقلوا على عين المكان وثبتوا من الصور متاع كاميرات المراقبة التابعين لك الكيوسك، عرفوا من الرقم المنجمي متاع الكهرباء أنها هدية من عند كيفلي الجوانا. في مجريات هالأحداث وبعد ما الأمنيين تلقاوها كالبلاغ باش يقتفيوا الآثار متاع الهاربين يعني جوانا واللي معها بكاميرات المراقبة، علما وأنه في البلدان المتقدمة يكفي أنهم يدخلوا رقم منجمي متاع سيارة في قاعدة البيانات الوطنية، وبفضل ريكونيسونس نوميريك يعني تقنيات التعرف الإلكترونية هكا الكهرباء يتم رصدها بالوقت ويتم نقل الصور متاعها حية ومباشرة للشرطة. وهذه هي الطريقة لمكنة المحققين باش يلاحقوا جوانا وغريب الصور وحتى بالصوت، وشافوهم داخلين للمغازات اللي على طريق السيارة اللي تهز للجنوب الشرقي متاع انجلترا، وشافوهم زادا كي دخلوا لمحطات البنزين وسرقوا الماكلة. الشرطة لهنا عرفوا الوجهة متاعهم وتأكدوا اللي هما ماشيين المدينة كينتون، وفي جملة عمليات السطو متاعهم جوانا وغاري سرقوا مصورة وقعدوا يعملوا بها في تصاور تيلة الهرب متاعهم تقول سياح يزوروا في بلاد لأول مرة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، جوانا وصاحبها جديد وخلينا نقولوا هكا الكركدن غاري ستريتش قاموا بسرقات من نوع آخر ما صورتهمش لكاميرا، لكن أصحاب المتاجر اللي صارت عليهم هالسرقة شكاوا للشرطة. الحاصل هالثنائي سرقوا أساسا أجهزة إلكترونية، حواسيب، تلافز، آلة تسجيل، هواتف جوالة، معناها سلعة مستحبة ومرغوب فيها. وبما أنهم من غير موارد مادية يلزمهم يلقاو كيفاش يبيعوا هكا السلعة هذيك. وغاري هو اللي جاتوا الفكرة باش يمشيوا الكينتون، لأنه غادي عنده صاحبه ثقة كيفه هو ينجم يدبر له شكون يشري عليها كالمسروق. وكي خلطوا المدينة كينتون صاحب غاري هذا وجهه الواحد مختص في بيع موارد السرقات واسمه مارك لويد، وبطبيعة الحال غاري وجوانا مشاولوا، ومن غادي باش تبدأ رحلة جديدة من نوع آخر. لكن وقبل ما نكتشفوا بقية الأحداث وباش تكمل الصورة بالنسبة ليكم، خلينا نتعرفوا على جوانا هذه واللي هزنا الحديث ونسينا باش نحكيو لكم عليها. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه جوانا وكما باش تكتشفوا وعدة جوانب من شخصيتها مذهلة، وحتى شيء ما هيئها للدخول بقوة في عالم الإجرام. وكيف كيف حتى واحد ما كان يتصور أولهم أمها أنه جوانا باش تكون عليها كالشاكلة هذيك في حياتها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، جوانا ديني تولدت عام 1982 في مدينة هاربندن واللي تبعد 112 كيلومتر على بيتربورو. طفولتها كانت عادية جدا، بوها وامها ربيوها أحسن تربية وما حرموها من شيء. في المدرسة كانت تلميذة نجيبة والأعداد متاعها باهية، والمدرسة عمرها ما تشكت منها، لكن هذا حد وحد الابتدائي، لأنها من اللي دخلت للكوليج الأمور تغيرت تماما ولاو عندها بارشة خلط وضربة ضربتين البوليسية شدوها هي ومن جملة مراهقين أخرين، هاو عربدة هاو عنف أو اعتداء على الناس،
وترسي البوها يقرق ويلحس للبوليسية بش يسيبوها. وفي نفس هالمضمار جوانا بدأت تهرب من المكتب. وكي وصل لعمرها 14 سنة تعرفت على واحد عمره 20 سنة وولات تعيش معاه. رغم المحاولات المتكررة من أمها وبوها والإغراءات رفضت باش ترجع للدار وبطلت القراية جملة واحدة وبقات معها كشاب. في نفس المضمار جوانا باش تدخل في دوامة متاع عنف كبيرة وبتبيع الأمور باش تولي فيها ربطيات. وعلى هذاك دخلت للحبس عدة مرات والأسباب مختلفة جدا، منها حمل السلاح الأبيض وإشهاره في الشارع أمام العموم. وفي 2012 دخلت للحبس من أجل الاعتداء بالعنف بسكينة، وفي نفس العام شدت 14 شهر من أجل السرقة. ودوب ما خرجت وتعرفت على كيفير لي، واللي كما سبق وذكرنا لكم عنده بارشة شقق يكري فيهم الضعاف الحال، وبطبيعة الحال مش لله في سبيل الله وإنما السيد يسترزق منهم. جوانا مشيت له كما أي واحد يحب يكري، ويبدو أنه الخلطة شدت بيناتهم من أول مرة دوب ما تقابلوا. وعلى فكرة هالشركة متاع كيفير لي اسمها كويكليت، تملك أغلب العقارات متاع حي أورتون، وهالعقارات هذم كانوا قبل بنايات إدارية وقعد تفويت فيهم للخواص من طرف الدولة. ولهنا السؤال اللي بقى يخامر في المحققين، كيفاش جوانا خلات كيفير لي يعاملها معاملة مختلفة ومتميزة مقارنة بالناس الأخرين؟ أعطاها شقة بلاش ولا يصرف عليها فرد مرة، وزاد شري لها كهرباء، وهدايا أكيد أوقعته في الشباك متاعها. وباقي وفي نفس السردية متاع جوانا، وقت اللي قابلت كيفير لي أول مرة ما خبتش عليه، قالت له اللي هي فارة متاع حبس، لكن ما اعطتوش الأسباب الحقيقية، وقالت له اللي هي كانت محكومة بثمانية سنين مش بأربعتاشن شهر على خاطر قتلت بوها لأنه يعنف ويغتصب فيها. كيفن صدقها وأكثر من هكا ولا يعطف عليها، علما وأنه كيفير لي يتيم وتربى في مؤسسة متاع رعاية طفولة، ومن بعد استبناوها عائلة. جوانا ما اكتفيتش بحكاية البو اللي اغتصب فيها، زادت عليها حكايات أخرين. قالت له اللي هي تسبت في حريق ماتوا فيه زوز من الناس، وفي عملة أخرى عفست زوز من الناس بكرهبة. كيفن كان يصدقها وفي الهرام تاعها، لأنه هالحكايات الغالطة هذه تأكد الجانب متاع الميتوماني متاعها، يعني كذب هالمرضي أو الهوس الأسطوري بالمصطلح العلمي. وبطبيعة الحال مع اضطراب عقلي اللي دفعها تدريجيا للجريمة. وفيما يخص كيفير لي، صحيح اللي هو حب يعاونها، لكن كما يقولوا ما فماش قطوس يصطاد الربي، أما المتأكد أنها أغواته بصغرها وبزينها. المفيد أنها ولات تعاضد فيه في قبضان الكروات، والتحقت بواحد اسمه غاري ستريتش عملاق طوله 220 متر ويوزن أكثر ببرشة من 200 كيلو، كركدن على حاله. وكيفير لي كان عامله دو دمه متاعو يخوف به الكراي، لأنه المشاطر اللي يسكنوا عنده سلعة بالحق، من الزوالي اللي ما في حالوش للمجرمة للمسنين اللي لا عندهم لوالي لتالي. وجوانا هي بيدها ولات عندها نفس المهمة متاع غاري، هاكا تتلهى بالكراي لبنات، وخلينا نقولوا اللي ولات باندية تحكم بحكامها في هاك الحي، تمرمد في الناس وتهدد فيهم، وهي اللي تطرد الكراي بالقوة وتلوح لهم تبشهم في الشارع. في المرحلة هذه من القضية نرجع لغاري ستريتش اللي مشال مارك لويد باش يبيع له هكا المسروق. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، الزويز كانوا يعرفوا بعضهم في الحبس، ما كانوش صحاب لكن يعرفوا الرواند متاع بعضهم. غاري سمع أنه مارك مختص في بيع المسروق دوب ما خرج من السجن، وهذاك علاش مشاله يحب يبيع المسروق اللي عنده. ودوب ما مارك لويد شاف جوانا وثبت فيها، فهم اللي هو باش يحصل في حصلة كبيرة برشا وتصدم التصرفات متاعها، لأنه ما كانش يتصور اللي هو باش يقابل في حياته مرأة كيفها وعلى درجة غريبة من الشر. جوانا بدأت تحكي معاه وقالت له اللي هي قتلت برشا عباد في حياتها، والمتعة متاعها هي وقت اللي تبدأ تطعن في حد بسكينة تحس بلذة كبيرة. وكانت تحكي معاه وتلعب بالسكينة، قالت له النجم حتى انت نقتلك، انا اللي يعمل لي حاجة او حتى ما يعمل شيء انفسخه من الدنيا، ما عندي حتى مشكلة. مارك فهم اللي هو باش يكون رهينة متاع هالزويز،
وأنه هكا غاريل كاركادن واللي نجم يقسم جوانا في اثنين ولا خاتم في صبحها تتصرف فيه كما تحب. الراجل مسحور بها سحر القضاء. مختصر الحديث، مارك انصح غاري باش يبيعك المسروق في مدينة تيرفورد، معناها في باله باش يتخلص منه، لكن غاري قالوا دويو تجي معانا، وفعلا أجبروه تحت التهديد باش يمشي معاهم، وهو بنفسه اللي باش يقوم بعملية البيع، ومن غاديك باش يعيش معاهم رحلة الأغوال والأهوال. في ترابط الأحداث وفي هكا السفرة من مدينة كينتون لمدينة هيرفور، جوانا كانت تشرب في الويسكي، وضربة ضربتين تولي فيها كالسكينة متاحة المارك، ودوب ما خلته الهيرفور هبطت بشيشري دخان، وكانت محضرة سكينة في مكتوبها في صورة ما إذا حاول باش يهرب. وكي رجعت للكهرباء بقات تلعب بك السكينة وتحكي له وتقول له اللي هي قتلت بها كيفن، ومنها تلفتت القاري وقالت له شوف لي وحايد خليني نشبع فيه دغران، أي واحد أنت وريهولي وأنا نهبط له طول نقتله. مارك لويد كي سمع الكلام هذا بكم جملة واحدة، على خاطر ما جاش البالو أنه الأمور باش توصل للحد هذا، ولهنا قاري هو اللي وريها واحد من بعيد وقال لها اش قولك في السيد هذاك. وهالشخص اللي أشار له قاري اسمه روبان بيريزا، عمره 63 سنة ورجل مطافي متقاعد. المسكين كان يمشي على المادة رايض على روحه ومعاه كلبه، ودوب ما خلط قدام الدار متاعه وطبس على الكلب يستويله في الكوليي، جوانا هبطت عليه من تالي بالسكينة وبدأت تطعن فيه الطعنة في جرة أختها. المسكين دار وعرض يديه وهي شرقتهم له، حاول بكل قواه باش يدافع على روحه، لكن المسكين من كثر الضرب نهار، لأنه جوانا كانت في حالة هيجان قصوى وبقات تدغر فيه عدة مرات حتى لين تلتخ في القاعة وليت بحيرة دم تحته. وعلى فكرة جوانا تضرب فيه وماهيش عامل حساب للمرة، لأنهم دوب ما شافوا المشهد هربوا. وعلاش ما تقولش هكا الراجل المسكين مازال عمره في الدنيا؟ وجوانا وقت اللي رجعت للكهرباء في بالها مات، لكن بقى فيه عرق أحياء والناس طلبوا له الإسعاف وأنقذوه في آخر لحظة. في تواتر الأحداث وبعد ما جوانا طلعت للكهرباء، غاري مازال ما مشاش حتى 200 متر وهي قالت له مازلت ما شبعتش شوف لي واحد آخر. غاري شار لها الواحد آخر وطلع المسكين كيف كيف يحوس بالكلب متاعه، قال لها هذا يساعدك شي. وعلى فكرة الشخص هذا اسمه جون روجرز، عمره 56 سنة وكان جيتاريست معروف في هيرفورد. ولهنا جوانا هبطت من الكهرباء كالغولة ومشيت طول للسيد هذا وهبطت على الكلب تمسح عليه، ومن بعد حكيت معاه شوية وفجأة غدرت ودخلت عليه بالطعن كيما صار بالضبط للي قبله، يعني بيريزا طعنته في ظهره في جنبه، ومن بعد دخلت عليه مباشرة في صدره حتى لين المسكين تلتخ في القاعة والدم متاعه يجري سواقي. ووقتها كفت عليه على خاطر ما عادش عندها قوة، وهزت الكلب متاع جون روجرز وطلعته معاها في الكهرباء وشدوا ثنية. لكن ماركا كاللي هزوه معاهم بالعنف تلفت ويشوف فيها كروجيرس يمرض على المادة، وجرة هي بيدها متاع دم وراه ابقى يمرض هكاكا حتى لين وصل للدار ودق على الباب وهو ملطوخ في القاعة. ووقتها خرجوا له كلموا الاسعاف وهزوه على جناح السرعة، وكان محظوظ الابعد الحدود وانقذوه رغم اللي تلقى اكثر من 30 طعنة في قالب بعضه والرواري متاعه تنقبوا، لكن ساعته ما زالت ما حضرتش وحيا من الاول ومن جديد. في تسلسل الاحداث وبعدك الشيء اللي عملته جوانا ولت شايخه وتضحك وطالبه الزياده، معناها تحب تدغر راجل اخر، لكن الجميعه ما في بالهمش انه الدنيا خاضت في هيرفورد هكا المدينه الصغيره اللي حتى الكفار ما يتقتلش فيها. وهكا زوز اعتداءات المروعه اللي قامت بهم جوانا، وهذايا 4 أيام بعد مقتل كيفيلي وبالتحديد نهار 2 أفريل، الأمنيين قلبوا أنجلتيرا سفيها على عليها. الحالة متاع الهلع والفوضى اللي ولات في شوارع هيرفور تعديت لبقية البلاد، والناس ولات تحكي على عصابات تدور في المدن الأنجليزية وتدغر في الناس من غير سبب، وأقل من 20 دقيقة كانوا كافين باش يدخلوا الفوضى في البلاد
والخبر تهول إعلاميا، وجوانا فهمت اللي الملاحقة باش تبدأ، لأنه لسيران متاع الشرطة ولاو يونونوا في البلايس الكل وطيروا لها الكيف متاعها، لأنه المرأة مازالت ناوية على زوز رجال ولا أكثر باش تشبحهم ضرب ودغران بالسكينة وتتنعوش بيهم. في هالمرحلة هذه من الهروب من الشرطة، المنافذ فيسع ما تسكرت على هالجميعة. الأمنيين حاصروا السيارة اللي كان يسوق فيها غاري وبجنبه جوانا ومارك منتالي، وزادوه كلب روجيرز كمرافق. وبطبيعة الحال غاري فهم أنه ما عاد ثم حتى فايدة في الهروب أو المقاومة، وجوانا فهمت نفس الشيء، والكلهم استسلموا بكل سهولة ومشاوا للاستنطاق. الكلهم تحطوا في الإيقاف التحفظي والتهم. عدم تاع البحرية البريطانية جون شابمان، واللي حكينا لكم عليه في أول الحلقة، وهو جار الساس متاع جوانا وعايش وحده واختفى فجأة، والمفتش جابش يتنقل على عين المكان، وخلط له تليفون آخر من عند الشرطة متاع فورني دايك، وهو قال لهم سيرة الإدارة علمتني على الجثة، وهما قالوا له لا ماهيش هذيك، معناها هكا الفوسي كانوا فيه جثتين، وإذا الأولى هي متاع جون شابمان الأخرى متاع شكون؟ والإشكال بالنسبة للأمنيين في أنهم يظهروا لهم جثث أخرين. في تواتر هالأحداث الشرطة تمكنت من التعرف على الجثة متاع جون شابمان واللي عنده 5 أيام مفقود، والقاوا على بدنه عدة طعنات، منهم واحدة قاتلة في قلبه طول، والمعمل الجنائي باش يأكد اللي هو تقتل على كالجراية متاعه، واللي لقاوها مطيشة في المنشر ورا الشقة متاع جوانا. وعلى فكرة جون شابمان هذا كان راجل دافي، والمشكل الوحيد متاعه أنه مدمن على الكحول ويشرب في الشارع، لكن ما يقلق حتى حد، وأكيد أنه اللي صار بينه وبين جوانا هو خلاف، معناها استغلت النهار اللي هو كان فيه شارب برشا، استناته حتى لين القد ودخلت قتلته بحكم أنها عندها الدوبل متاع مفاتح الشقق الكل، وكيف اللي كان مسيبها على الكراي الكل كيما كلب العسى. في مجريات هالأحداث الأمنيين زادوا تعرفوا على الجثة الثانية، وظهرت متاع واحد من أصل بولوني أما يعيش في أنجلترا، واسمه لوكاس زابوزوفسكي، عمره 31 سنة، ورغم اللي عنده عائلة في بريطانيا اختار باش يعيش حياة متاع تشرد. هالسيد كان مدمن مخدرات، والإعانة الاجتماعية اللي كان يقبض فيها تمشي بكلها في الحرابش. وعلى فكرة لوكاس هذا كان شبيب، وبالتالي راهي جوانا حطت عليه عينيها وولت عندهم علاقات جنسية، والمتأكد أنه كان يتردد عليها في دارها، وبعد ما تم العثور على الجثة متاعه باش يثبت الدم اللي لقاوه في دارها أنها قتلته غادي وبطريقة شنيعة. ووقت اللي المحققين قاموا بمعاينة جديدة في الشقة متاع جوانا، فهموا أنه عملية القتل كانت طويلة وبشعة، لأنه الطعن اللي تلقاه لوكاس بدا من بيت البان وتواصل في الصالون حتى الفم الباب، ويبدو أنه لوكاس قاوم حتى للرمق الأخير، لكن جوانا ما خلتلوش فرصة بحكم أنه محربش وماهوش في مداركه العقلية. والمرعب في المسألة هذه أنه جوانا قبل ما تقرر باش تلقي الجثث في الفوسي حطت لوكاس في حاوية متاع زبلة، لدرجة أنها ورات وهو مقتول في البتية الوحدة من المراهقات اللي يسكنوا بحذاها. في الحقبة هذه من القضية مش لازم نقول لكم أنه التصرفات متاع جوانا كانت غريبة جدا،
من نهارة اللي تشدت حتى لين تقدمت للمحاكمة كانت تلعب وتفدلك مع المحقين وما عندها حتى إحساس بالندم، بالعكس تقول لهم اللي هي شيخة، ورفضت تماماً بشتودلي بأي اعترافات. وفي الأثناء وقت اللي علموا أمها وبوها واللي عندهم 10 سنين ما شافوهاش، رفضوا رفضاً باتاً باش يقابلوها وقالوا ما هيش بنتنا. وأمها قالت للمحقين أنا بنتي ماتت عمرها 14 سنة وتقصد نهارة اللي هربت مع شاب. في نهاية هالقضية وفي 18 نوفمبر 2013 يعني نهارة اللي انطلقت المحاكمة، العالم الكل مش كان بريطانيا كانوا ينتظروا في مسيرها القاتلة التسلسلية وهي باش تفاجئ الناس الكل. دوب ما بدأت الجلسة قامت وقالت بعظمة لسانها اللي هي تعترف بالجرائم وتعترف اللي هي مذنبة، وبطبيعة الحال الظهور كان في القاعة تام لأنه حتى حد ما كان ينتظر منها التصرف هذا. وفي نهاية الأمر ونهار 28 فيفري 2014، جوانا حكمت بالسجن مدى الحياة. ودوب ما سمعت العقوبة بدأت تضحك وقامت تقهقه. بالنسبة لغالي تحكم في جرتها بالسجن مدى الحياة، لكن ينجم يطلب سراح بعد 19 سنة سجن. وزوز أشخاص أخرين تحكموا على التوالي ب 14 و3 سنين لأنهم عاونوها في التخلص من الجثث. ومارك هو الوحيد اللي خرج بعدم سماع الدعوة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.